أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للعشرين من سبتمبر نبدأها أمامكم هنا على اليو دولار كما ترون. لقد كان لدينا هنالك محاولة صعود يوم أمس، إذ وصلنا إلى مستويات أعلى من مستويات 1.1150، إذ أن مستويات 1.11 تشكل الآن مستوى دعم قوي، إذ بكسره ممكن أن نصل لمستويات 1.10. التذبذب أراه الآن يستمر إلى الصعود إلى 1.1150 1.12 ومن ثم الهبوط. على صعيد آخر، باوند دولار كان لدينا هنالك محاولة للصعود كذلك من مستويات 1.3 التي بالتالي ممكن أن تؤدي للهبوط إلى 1.285. أي كسر لهذا المستوى ممكن أن يأخذنا مستويات 1.25، المجال الهابط على المدى الطويل. تداولا موفقا وشكرا لكم.